دقائق إظهار البصرة بأفضل صورة ممكنة قبل الزيارة المرتقبة للجان التفتيش الخليجية تمضي مسرعة. تحضيرات المحافظة لبطولة خليج 25 لكرة القدم المقررة نهاية العام الجاري تسير على قدم وساق، وضمن هذه التحضيرات تأهيل كورنيش البصرة أحد أهم الزوايا السياحية في المحافظة. توسعة جهة الشط ما يقارب 7 متر للدفن بالحجر الأساس والجلمود، والرصيف يكون 17 متر يتكون من الدرجات الهوائية والجلسات وغيرها. حوض الشارع يصير تقريبا 15 متر يطبق بالحجر البازل. هسه الأعمال المستمرة حاليا صب الجدار الساند وأعمال مياه الأمطار. خطوات التوسعة إضافة إلى فقرات خدمية أخرى تشمل الجانب الترفيهي تواجه بعض الصعوبات بحسب مدير الشركة المنفذة، ولتذليلها تمت المناشدة لجميع المعنيين لاختزال زمن الإنجاز. قاعدة الجدار الساند تقريبا بحدود 60%، الأعمال جاية تصاعد بوتيرة متصاعدة يوميا إن شاء الله. المعوقات الأخرى هي وجود التعارضات والعوارض اللي موجودة على نهر شط العرب من زوارق وغوارق موجودة. الغوارق طبعا رفعناها بالكامل، بقت هناك عندنا مجموعة من المطاعم والدوائر الحكومية. جدير بالذكر أن كورنيش البصرة كان مسرحا للحملات الانتخابية خلال الأعوام السابقة من خلال إعلان وزراء ونواب وشخصيات حزبية نافذة التكفل بتأهيله، إلا أن ذلك لم يتعدى تعليق الصور والشعارات قبيل الانتخابات، والتي سرعان ما تختفي بعد الانتخابات دون إنجاز يذكر على أرض الواقع. الخطة الخدمية الموضوعة من قبل حكومتي المركز والمحلية لجعل البصرة أجمل قبل احتضانها خليجي 25 تصل لخطوة تأهيل كورنيش البصرة. الشركة المنفذة على الرغم من الصعوبات التي تواجهها تقطع وعدا عبر شاشة التغيير بإكمال المشروع قبل الموعد المحدد. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.